السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى جايين نتغدى مع بعض عشان الناس اللي مش عاجبها الغدا فقلت اغزهم. انا بحب اتغدى مع فنزاتي. النهارده بقى الغدا ايه يا حلوين؟ رز بشعريه وسمك غطيان موسى، هو اسمه كده غطيان موسى، شوربه ومقلي وكرات وجرجير ولفت وتعالى تغدوا معايا بقى. عاملين ايه يا حلوين؟ انا هاكل بقى، هبدأ بالشوربة عشان ما تبردش. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي بقى يا حبايبي، معايا افضل الصلاه والسلام. ذاتي على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي اول مره يشوف القناه يشترك كده ويشوف ويفعل الجرس بكلمه الكل. السمك الوحيد اللي احب اشرب شوربته، انما البولتي لا. هو اصلا مفهوش الا العظمه اللي في النص دي. عاملين ايه بقى في الامتحانات؟ ربنا ينجح يا رب الاولاد كلها. الايام الامتحانات دي والله بتبقى شد طوارئ وصعبة قوي. عايز حاجة يا عمر؟ اتفضل خش. بشكر كل فانزاتي اللي بيكتبوا لي تعليقات حلوه، والله انا بحبكم قوي قوي قوي، والله نفسي اشوفكم. يعني كل اخت وكل اخ، لان عندي فانزات رجاله يعني وشباب. مين بيحب بقى الاكله دي؟ كتير بيحبوها، بس هي في القاهرة مش متهيألي ما بياكلوهاش قوي او مش كده زينا يعني. الشوربة برضو بيردت، مع ان انا عاملاها اخر حاجة، هو اصلا برد. مين بقى بتغدى الوقت معاه دي؟ ومين قاعد تحت البطانية بقى متدفي؟ بس برضو انا احب الشتاء عن الصيف. الصيف صعب قوي. الشتا بقى عايز انتخى ونوم وسوائل دافية، مشروبات. والله حبيبي انا عايزة اصور الفيديو ده من بدري، بس كنتش عارفة اصوره بقى من العيال وكده، ما كانش فيه ضوء. صوت التليفون ما يطلعش يا عمر. حاضر يا عمر. تسلم يا قلبي. حبيب الام يا قلبي. اه
طب قولوا لعمر بقى يطلع معايا في الكومنتات. شربته جميلة قوي قوي. السمك اصلا هاكم فين بطرخ بس بعض واحدة مش كله. عارفة عادي يا عمر عادي اشوفه دايما بطرخه. عشان اسمع بقى صوت مكان صوت كده عشان ماما في الدور الاولاني يعني فوق المحلات يعني فالصوت واضح. ماما مفكره ان انتوا هتفهموا الدور الاولاني ده اللي هو الارض مع الناس في الشارع. لا في محلات تحت بس الصوت واضح. سهل حاجه ان عمار نايم النهارده شايف ده يطلع مظبوط. كحه عليك يا قلبي شنت. اشرب ميه مذاكر بقى خلاص انجليزي بقى وذاكر تصوير حجتك من الصبح. مين بيحب ياكل براحته بقى مش بسرعه؟ يعني مش نافع في التحديات بسبب كده. دوق الماء اللي بقى هو بالشاش بس اللي ايه البطروخ بتاعه. شوفوا الجمال. بطروخ صغنن كده بس جميل لان ده سمك البحر. هو مفيش الا العظم اللي في النص واللي في الجوانب بس انا بحب السمك وطيان موسى ده قوي. انا بقول لك وطي صوت اللعبه وطي صوت اللعبه. شوف انا قلتها كم مره. وطاها عايز تعملها خش الأوضة وطتها. كنت بعمل اللي هي الجرس بتاع الإشارات في فص حياته أبيض فل. ناسي الليفت. لا هو قدامي بس انا ناسي اكل منه. شكرا يا قلبي. عارفين لو بره الكاميرا مش هيجيبه. لحد فوقهم يناولنا حاجه ولا يجيب لي حاجه. الفيديو هينزلوه النهارده فاكتبولي بقى في الكومنتات كلتوا ايه.
ما اقدرش اقاوم ميه الليفت ده والله، بشربها كده زي ما يكون عصير. الشاشة قدامي بقى في المتابعة المسلسل وانا باكل. استنى بقى الاسبوع الجاي مفاجاه، والحاجه بقى اللي هتعملها وبص وحطها قدام الامر الواقع اهي قدامكم هتتعمل، يعني هتتعمل كل اسبوع تقول لي اللي بعده خلاص. يوم الثلاث استنونا في مفاجاه جميله والله. انا هقفل بقى معاكم عشان ايه، هقعد باكل براحتي بقى، وبابا اصلا في المحل وطالع عشان الجرسه بقى والدوشه. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسوش بقى اللايك لكل حبايبي. وباي باي.